محطتنا التالية رح نروح فيها بعلم النفس، ولكن هالمرة رح نسلط الضوء على معنى التدريب وأهميته وأنواع التدريب بالمجال النفسي والفئات المستهدفة وفوائد التدريب في تطوير المهارات طبعا. وهالمواضيع كلها رح نتناقشها مع الأخصائية النفسية هنادي السلاح. صباح الخير ماجستير في علم النفس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، سعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك هنادي. بالبداية خلينا نحكي عن التدريب وأهميته ونتعرف أكثر بشكل أكبر عنه. تمام. التدريب هو جزء من علم النفس التطبيقي، صار في عنا تخصص حديث بعام 2000 هو علم النفس التدريبي، فبيركز على تطبيق المعلومة بشكل فعلي، فهو نشاط تفاعلي ما بين المدرب والمتدرب. الفرق بين التدريب والتعليم، بدي أوضح هاي النقطة، أنه التعليم هو في عنا نحن معلم ومتلقي، فبيكون الدور الأساسي على المعلم مثل تعليم المدارس تعليم الجامعات، فبيكون المعلم هو اللي عم بيقدم المعلومة والطالب أمامه هو عم بياخد دور التلقي، بيصير في حوار نقاش خفيف ولكن ما بيكون في توسيع وتطبيق للمعلومة. اليوم التدريب دخل لمجالات واسعة عنا، صار في عنا تدريب للشركات للمؤسسات حتى بالمدارس، توسع هذا المجال لتطبيق المعلومة العملية. نحن دائما المعلومة النظرية ما بتكفي لإتقان الشيء، فطلع التدريب هو لتحسين الأداء والإنجاز عند المتدرب. طبعا جو التدريب يختلف تماما عن التعليم، جو التدريب هو عبارة عن نشاط تفاعلي، شيء عملي أكثر، هو كله عملي. التدريب كله عملي، بيكون في جزء بسيط من طرح المعلومة، وأساليب التدريب اللي بتتبع هي اللي بتكون فيها التفاعل ما بين المتدربين والمدرب. تمام. هنادي دائما إن كان التدريب وإن كان التعليم ما. ولكن من خلال التدريب لأنه هو أكثر عملي أقرب للميداني على الأرض. صحيح. وتطبيقه على الأرض، يعني أهمية الوصول إلى الهدف وتحقيقه ما بعد عملية التدريب قديش مهمة؟ صحيح، السؤال كثير مهم، لأنه النقطة الأساسية بالتدريب هو التدريب موجه. يعني أنا عندي تدريب في عندي هدف معين بدي وصله للمتدرب، ما في عندي مثلا مجموعة أهداف، فدائما احنا البرامج التدريبية هي بتكون محددة من أجل قياس قبلي وبعدي، يعني احنا منقيس الأداء قبل التدريب بعدين منقيس الأداء بعد التدريب، هون بنقول حقق البرنامج هدفه أم لم يحقق. والتدريب كله منظم، يعني أي خطوة ممكن يعملها المدرب داخل التدريب هو في هدف من وراء هذا الشيء ليعزز الهدف الأساسي لزيادة الأداء والإنجاز. تمام، أكيد. خلينا نحكي عن أنواع التدريب، ممكن يكون هو عملي أو فني، ممكن يكون كمان صحيح. بتغيير السلوك، تدريب صحيح. سلوكي، خلينا نحكي عنه بشكل أكثر. طبعا في عنا التدريبات الفنية اللي هي والمهنية اللي بتتوجه للمؤسسات والشركات، بس اليوم بدي خص أنا عشاء على التدريب النفسي. تمام. بالمجال النفسي كيف احنا في عنا أنواع متعددة للتدريبات النفسية، حقسمها لثلاث أنواع. هي التدريبات اللي بتخص الجانب النفسي، الجانب العاطفي، والجانب الاجتماعي. بداية الجانب النفسي والتدريب هو اللي منركز فيه على علاج المخاوف، الشخص اللي عنده خوف، اللي عنده قلق، اللي عنده فوبيا من أي شيء، لأنه هذا الشيء هو يعيق أي أداء اجتماعي. ما فيني اليوم أنا أقدم مدير أو موظف أو أي شخص بده يقدم مقابلة عمل هو بيعاني من مثلا فقدان الثقة بالذات، ضعف الشخصية، الخجل. فدائما نحن بنرجع للأساس، إذا بدي أقول تدريب نفسي بنروح لمرحلة العلاج النفسي لهذا الشخص. فنحن بنعمل عملية تنظيف، تنظيف من الماضي، تنظيف الطفولة، من المخاوف، من القلق، بعدين بنروح على الجانب العاطفي. الجانب العاطفي هو كمان نوع من أنواع التدريبات اللي منركز عليها على أنواع التعلق عند الفرد، التعلق العاطفي، سواء كان تعلق بفكرة عن ذاته، مثلا أنه أنا ضعيف، أنه ما فيني أحكي، أنا بخجل، أنا بحمر وشي. في كتير عنا صبايا بتجي بيكون عندها مثلا مقابلات بالجامعة، فهي من شدة خجلها وخوفها بتضيع المعلومة، بتروح المعلومة تماما. طب الفحص أحيانا، صحيح، فهون هي أخذت تعليم جيد ومتمكنة من المعلومة، بس هي ما تدربت لتواجه الموقف الاجتماعي. هون بيجي أهمية التدريب بالتعرض المباشر للخبرة اللي أنت بدك تفوتيها. في منهم كمان أشخاص إذا حكيتي معهم ما بيطلعوا فيكي من خجل، أنه مثلا كمان بيطلعوا مثلا بالأرض، بس أنت كيف وكمان في عنا أشخاص سلبيين، كيف ممكن هدول الأشخاص السلبيين والأشخاص الخجولين تبلشي معهم بتدريب ليصير عندهم ثقة كبيرة بالنفس كمان برأيك؟ صحيح، فهذا اللي قلنا، إحنا بنرجع للجانب النفسي، ندرس
الأفكار عند الشخص وتأثير الفكرة على الشعور. نحن بنعرف في عنا مثلث الأداء هو الأفكار تؤثر على الشعور فبتأثر كمان على الأداء. فنحن ما فيني أعمل أداء جيد وسلوك جيد إذا عندي الفكرة سلبية عن ذاتي. أول شيء نحن بنشتغل مع الشخص على نفسه، فبس نتمكن من الأفكار نعالج الأفكار السلبية وأساس تكون هاي الفكرة السلبية فهي بترفع عند الشعور بيصير الأداء جيد. نجي للنوع الثالث من أنواع التدريبات اللي هي التدريبات الاجتماعية، اللي هن الأشخاص اللي بيلاحظوها أكثر شيء، هي تلاحظ السلوك الاجتماعي بسبب انتقاد الآخرين للشخص. طبعا. إنه مثلا أنت ما بتتواصل بصري، في كثير مشاكل عنا إنه ناس بتحكي معك وعينها فوق تحت، فهذا كمان بيدل على ضعف بالمهارات الشخصية، نوع من أنواع الخجل، أو أيام عيوب الوجه. في ناس مثلا بتحكي بتحط إيدها على تمها أو بتضحك تحط إيدها على تمها مشان سنانه. تمام، فهون بيكون في مشكلة ذاتية عند الشخص من خلال لغة الجسد اللي احنا بنستدل على كتير أمور داخلية، فمنرجع بالأساس لتصحيح شخصية الشخص، التصالح مع الذات، تقبل نفسه على الرغم من كل عيوب. فهون هذا الشيء ما بيتم إلا بالتدريب. أنا قد ما قريت، كتير بيجوني أيام أشخاص أنه فتحنا النت وقرينا ما استفدنا، كان بمرحلة تعلم بس أنت ما خضعت للتدريب. فالتدريب هو بيواجه ذاته، هو بيجي منظم هادف لشيء معين لنحقق النتيجة المرجوة. هون بدي أسألك شيء مدام هنادي، أنه كتير من الأشخاص هن بيحبوا يدربوا نفسيتهم، ونحن صار عنا تراكمات نفسية كلنا بلا استثناء من الظروف الصعبة اللي عشناها. صحيح. إن كانت الحرب، إن كان كورونا، إن كان الوضع الاقتصادي الصعب، كلنا بنحب نعمل ريفريش ونبلش من جديد. ولكن في خطوة أولى، ممكن ما يكون معنا مصاري انه نحن نروح نتدرب عند حدا اخصائي، ممكن انه نحن نخجل انه نتدرب. شو هي الطريقه انه نبلش بتدريب ذاتنا، ندرب حالنا بالبيت؟ اكيد كلنا معنا موبايلات ذكيه وكلنا عنا انترنت ببيوتنا، فكيف فينا نحن نستفيد من الموبايل من الانترنت نقوي وندرب حالنا وذاتنا اكثر، ومو بس نفسيا ومهاراتنا ايضا كمان؟ فينا نستفيد من هذا الجانب طبعا بالقراءة بالكتب، ولكن موضوع التدريب الشخص بحاجة لمدرب. ليه؟ لأنه المدرب أخصائي هو بيقوم السلوك. تمام. يعني لأنه أنا وقت عم بقرأ بأفكاري. تمام. عم بقرأ بمشاعري، فوين هذا النمو اللي بده يصير؟ يعني يحس أنه أنا عندي فرق. بالنسبة للطبعا المجان والأسعار، في عنا كتير نحنا جمعيات ومنظمات عم ترعى هاي الأمور، فعم تقدم الخدمة النفسية والدعم النفسي والتدريب عن طريق المجان. فأول خطوة للإنسان وقت بده يتدرب بالفعل ابحث دور، يعني أنت عمل جهد من عندك وقت تحط الرغبة الكون بيساعدك. حنروح هيك شوي لأمور الجذب، بس أنا أحط فكرة وأعطيها الشعور وتدفق شعوري بتلاقي أنا مرقت إعلان صديق إجا عم بيحكي لي. فالتفكير بالشيء هو بيحققه. فأول خطوة أنا قبل ما أحكي معي ولا ما معي بدي أتدرب وين، بس فكر وأكون جدي بالفكرة، ولحالة الفكرة حتيجي وتتطبق وتصير بأرض الواقع. أكيد. هنادي، بدنا نصائح أخيرة لكل حدا عم يسمعك ويتابعك اليوم، شو ممكن تقولي لهم؟ شو ممكن، شو هي الخطوة الأولى لينطلقوا بالحياة لتزيد ثقتهم بنفسهم ويصير عندهم النفسية مرتاحة ومنطلقة بها الحياة؟ حأختتم بكلمة نحن بنسميها التدريب هو غرفة الإنعاش للتعلم. أنا بتعلم فبتكدس المعلومة، يمكن وعلى تقادم الزمن العلم اليوم عم بيتطور. فعند التدريب لحنا بنعمل إنعاش للمعلومة، بنطلع على كل شيء جديد، بناخد خبرات جديدة سواء كنا لحنا بعملنا قدامى أم جدد، لحنا بنعمل ثقل بهذا الموضوع. الأشخاص اللي عندهم ضعف ذاتي ابدأ من نقطة البداية، تدرب على أول شيء مواجهة نفسك. أختي هاي الخطوة هي خطوة المواجهة. نحن عنا مشكلة تبع أنا بعرف كل شيء، أنا ما فيني شيء. فالشخص اللي عنده هاي العقلية هو بحياته ما رح يتطور ولا هيكتسب مهارة نفسية. فمعليش لحنا نكون واضحين مع أنفسنا، مواجهين نفسنا، لنكذب أي شعور سلبي. الشعور السلبي دائما صدقه، لأنه هو بيكون دليل على نقص بالمهارة، فهي المهارة بدها تدريب واسأل تعطى. نحن بالختام بدنا كثير نتشكرك ويسعد صباحك، وميرسي كثير على كل شيء قدمتي لنا اياه. يسعد صباحك.